لم يكن يعلم الشاب مصطفى أن حياته ستنقلب رأساً على عقب بعدما فقد يده اليمنى إثر صعقة كهربائية. القصة حدثت منذ عامين لكن ذكراها لم تندمل. واحد جاء معنا باش نخدم باش نعاودوا له شغل ترميم تاعه. أنا واحد هكا في سبيل الله يخدم شغل معوانا كبغي يعاون في وجه ربي الجامع. راح دانا احنا اللي جرى نخدموا في ماله. طلبتني 300 فورت راني كبيرة كاع داخل كما قالك شرق غرب. حكمتني في يدي عادت لي إعاقة حرقتني قاع في الكور تاعي. أيوا والحمد لله يا ربي كي شغل ريحت قاع في الكور تاعي وقاع في ظهري في كرعية قاع ريحت الحمد لله قالتي في يدي. يديك شغل لين وانا كل بها اكسره. آثار الحادث لا تزال ترتسم في اليد اليمنى لمصطفى، فالأطباء يئسوا من علاجه بأرض الوطن، وحتى تعود كالسابق لابد من نقله إلى المستشفيات الأوروبية. نروح عند الطبيب كشغل توجور يعطيني أمل بلي ودي ما كاش تياتا أكيد دكو قاع بتعاود ترجع سوبورت وتخدم ما كاش هنا. شان دير روح ولا الخارج ولا روح لكش حاجة عاونوني هنا في هذه العملية 7000 أورو. 7000 أورو ماهيش حاجة بزاف، ماهيش كيما نقولوا عند شي ناس ماهيش تبان بلي بزاف. واش نقولوا هذا الولد كان معاونا على ربي ومن ربي جابها له شبه نديروا هذا هي في وجه الله يعاونوه بلاك ربي يرفد عليه خير ويولي بنقول احنا بيده شويه نروحوا. امل الشاب مصطفى اليوم في مد يد العون له للعلاج بخارج الوطن ليعود كسابق عهده ويساعد والده ويبني حياته.